24 الإيمان. الإيمان يقوي ثقة الإنسان بنفسه، ومن الأساليب التي تساعدك على السعادة في الحياة هي الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. وبما أننا غير كاملين، فلا أحد منا صنع فقط الخير منذ ولادته، فلا تيأس من رحمة الله وغفرانه، وأحسن الظن بالناس حتى يثبت العكس، وأحسن الظن بالله ولا تقنط أبدا، ولا تبقى رهينا للماضي الذي مات، وعيش في حدود يومك، واترك الغد الغد حتى يأتي. فالقراءة في كتاب الماضي يضيع حاضرك، لأنه لا أحد يستطيع أن يغير الماضي أو المستقبل مهما كانت سلطته. وإيمانك يساعدك على تجنب كل الشرور من حقد وحسد وغرور وكبر. تقبل انتقاد الناس، لأنك لن تستطيع إغلاق أفواههم. والعاقل قوي الإيمان بنفسه وربه، يتوقع الخير من الناس كما يتوقع الشر منهم، لكنه لا يترك شر الناس يعكر صفو حياته. يقول الأستاذ عائل القرني في كتابه لا تحزن: إن كنت تريد أن تكون مقبولا عند الجميع، محبوبا لدى الكل، سليما من العيوب عند العالم، فقد طلبت مستحيلا وآملت أملا بعيدا. انتهى كلام القرني. فافعل الخير ولا تصدم بنكران الجميل، لأنه من صميم الطبيعة البشرية. آمن أن العمل يقضي على الموت البطيء الفراغ، ولن تستطيع أن تقضي على القلق إلا بقوة إيمانك بالقضاء والقدر، حيث المؤمن يفسر به كل ما يصيبه من مكارم أو مصائب، مما يساعده على تحمل تقلبات الحياة وطوارئها. واعلم أن بعد الشدة يأتي الرخاء، ومع العسر يسرى، وبعد العاصفة يأتي الربيع، فدوام الحال من المحال. فلا تجعل من مصيبة أصابتك مصيبتان، بل حول خسائرك إلى أرباح، وأحزانك إلى أفراح، ولا تظهر الكآبة على وجهك حتى لا يصر أعداؤك. فلكل سحابة ضوء أمل، فانظر إلى ضوئها وتغاضى عن ظلامها، وتذكر أن ما أن يغلق الله بابا حتى يفتح لك بابا آخر. فتسلح بالإيمان في مواجهة الخطوب لتنعم بالسكينة والهدوء. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإنا له عيشة ضنكا. وقوة إيمانك تجعلك أكثر تسامحا حتى مع من حرمك وأهانك. ذلك أن السعيد القوي لا يعير الشتائم أي اهتمام، وتراه مبتسما متفائلا، رزقه طيب وكلامه طيب كالنحلة تأكل طيبا وتصنع طيبا. يقول تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فعفوك عن من أساء إليك هو انتصار لك ولقيمك على خصومك. ولا تحاول أن تصل إلى الكمال في الحياة، لأن هذه الأخيرة مليئة بالتناقضات، فتعايش معها كما هي. وإذا أصابتك مصيبة ففكر في المصابين من حولك أو ممن سبقوك، لترى أن الحياة المطمئنة الآمنة والخالية من المتاعب لا وجود لها على أرض الواقع.
فاعمل ولا تنعزل ولا تستسلم. يقول الأستاذ عائل القرني في كتابه لا تحزن: إن الانزواء في الغرفة الضيقة مع الفراغ القاتل طريق ناجح للانتحار، وليست غرفتك هي العالم، ولست أنت كل الناس. انتهى كلام القرني. فاصبر وقاوم الشدائد بالإيمان، وتوكل على الله، ولا تحمل كل هموم الدنيا، بل كما يقول المثل المغربي: دير الهم في الشكا شي يطيح وشي يبقى. ولا يصيبك الأرق لمجرد إهانة بسيطة، فكن قوي العزيمة صلبا مرنا، وتذكر أن الناس لا ينتقدون الإنسان الميت، فبقدر ما يتجسس عنك الناس وينتقدوك بقدر ما أنت مهم، فالناس لا يهتمون بالتافهين. لا تجرح لأنهم يسبونك، فإنهم يسبون حتى الله الذي خلقهم. يقول الأستاذ عائل القرني في كتابه السابق ذكره: نقد الناس لك معناه أنك فعلت ما يستحق الذكر، وأنك فوقتهم علما أو فهما أو مالا أو جاها. انتهى كلام القرني. واصمت واستعن بالصبر والكتمان لقضاء أغراضك، فالصامت مهاب. وكما يقول المثل المغربي: قالوا الفران منين جاتك العافية؟ أي النار. قال لهم: من فمي. والمثل الآخر: الفم المسدود ما يدخل الدبان. وهذا لا يعني عدم الدفاع عن رأيك ووجهة نظرك في الحياة، بل دافع عما تؤمن به، وآمن بالاختلاف، وتمسك دائما بالتفاؤل لتحقيق الإيجابي في حياتك، وسيقع ما تتوقعه. تقول الكاتبة الصماء البكماء هيلين كيلر: التفاؤل هو الإيمان الذي يقود إلى النجاح. انتهى كلام كيلر. والإيمان يعني الإخلاص والأمانة وضبط نفسك وترويدها على التكيف والالتزام، وهذا يعني أن تستمتع بعملك وتهتم بعائلتك وتكرس جهودك إلى النجاح والتميز. ويعتبر الإيمان من أهم مصادر القوة الذاتية التي تساعدك في مواجهة الهزائم والنكبات، ويجعلك تقاوم وأنت تستمتع بحاضرك مهما كان عليه الحاضر، متطلعا إلى مستقبل أفضل. وبالإيمان والأمل ترى أن كل شيء موجود، فقط يجب العمل من أجل الحصول على ما تريد، أو على الأقل بعض ما تريد. بينما التشاؤم يجعلك ترى أن كل شيء قليلا ونادرا. والإيمان يساعدك على عدم الشكوى من الحظ والقدر وغيرها من الأمور التي تظهر ضعفك واستسلامك، بل ويزيدك الإيمان قوة ذاتية وشجاعة للتقدم إلى الأمام. والإيمان لا يعني الاستسلام والكسل والخنوع وقبول الذل، بل يعني أنك حاولت ما في جهدك لتفادي ما لا تريده، ولكنه وقع لأمور خارجة عن إرادتك، مما يعطيك راحة الضمير والبال، وبالتالي يقوي ذاتك، فلا تحاسبها حسابا عسيرا يؤدي إلى اللوم والكآبة والألم. إذن فالإيمان بالعدالة الإلهية وبالقضاء والقدر خيره وشره يجعلك تفوض أمرك لله، وتسعى وتجد وتكافح من أجل الظفر بما تريد، أو على الأقل بعض ما تريد.
وما يشترك فيه الناجحون هو الإيمان والتفاؤل والشجاعة في اتخاذ القرار والتحرك نحو الهدف الواضح بمرونة كبيرة تجعلهم يتعلمون من أخطائهم وأخطاء الآخرين، وهم يعرفون أن المجازفة والعمل والتوكل مع الأخذ بالأسباب تؤدي حتما إلى النجاح. يقول المثل الإنجليزي: لا تفكر في شيء ولا تفعل شيئا فلن تحصل على أي شيء ولن تصبح شيئا.